في اليوم اللي كان فيه الشعب السوداني بيحتفل بالانتصار وانتصار الثورة وتوقيع الاتفاق التاريخي الذي يمكن المدنيين من الشعب السوداني بحكم بلادهم، كانت مصر تعيش واحدة من أسوأ مهاترات عبد الفتاح السيسي. طلع علينا عبد الفتاح السيسي أمس وسط جنوده، وسط الحشية بتاعته، بمجموعة من التصريحات، بدأها بكلامه عن الاقتصاد وكلامه عن المشروعات. الموضوع حصل هو بيفتح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية. مجموعة من التصريحات بدأها عبد الفتاح السيسي: لا أحد يتعرض للدولة، الدولة فوق الجميع. قال: المساجد لا تبنى على أرض حرام، وهنزلها إذا عارضت المصلحة العامة. قال كمان: نقبل بتقنين الأراضي المتعدى عليها بدفع ثمنها كاش وفورا. قال كمان: الجيش والشرطة سينهيان مسألة محور المحمودية. قال: سيتم تقنين أراضي كينج مريوط بعد العرض علي. أخيرا: إنجازاتي تنتهي فائدتها بسبب الزيادة السكانية. إذن عبد الفتاح السيسي عنده إنجازات كتيرة وإحنا يا مصريين مش شايفينها أو يمكن مخبينها بسبب الزيادة السكانية، واللي عايز ياخد أرض من الدولة ياخد زي ما هو عايز ويجيب فلوسها كاش ويدفعها لعبد الفتاح السيسي، والجيش والشرطة هيهدوا المساجد زي ما هم عايزين في كينج مريوط لأن ده بيتعارض مع المصلحة العامة. عبد الفتاح السيسي كمان أحرج محافظ إسكندرية الدكتور المهندس أو الأستاذ الدكتور في كلية الهندسة جامعة إسكندرية قدام الناس كلها لما قال له هتعمل المشروع، فالمهندس قال له بدرس. عبد الفتاح السيسي ما يعرفش يعني إيه دراسة، قال له يلا ونفذ على طول. عبد الفتاح السيسي ما أحرجش فقط محافظ إسكندرية، ده أحرج أحد اللواءات، هو اللواء سيادة اللواء محمد عبد الحي على الهواء مباشرة لما سألوا عن مرتبه. نتابع. تعرفين محمد عبد الحي مش غمض عينيه، غمض شعراية من جفن عينيه في مشروع زي كده يعمل له كل يوم 10-12 مليون جنيه كل يوم. احنا بنتكلم على عشرات وقد تصل الى مئات المليارات من الجنيه. الفيديو اللي شفتوه ده كان بعد ما عبد الفتاح السيسي سأل محمد عبد الحي سيادة اللواء: يا سيادة اللواء بتقبض كام؟ فالراجل وسط خجل ومش عارف يقول له انا باخد كام، مش عارف يقول له هو بياخد الاساسي ولا اللي بيحطه في جيبه ولا الاكراميات ولا الرشاوة ولا يقول له ايه. فرد سيادة اللواء محمد عبد الحي وقال له انا باخد 14200 جنيه يا فندم. حتى عبد الفتاح السيسي ساعتها سأله: ده انت بتتكلم جد؟ فأصر محمد عبد الحي على هذا الرقم انه بياخد 14200 جنيه. بعد كده قال عبد الفتاح السيسي حاجة مهمة جدا، قال: محمد اللي قدامكم ده لو رمش بعينه يجيب 10 أو 12 مليون في اليوم. طب ما يرمش محمد كل يوم، طب الفلوس اللي بيرمش بيها محمد وغير محمد وعبد الفتاح والبهوات دي بيروحوا فين؟ طب لو كل لواء في مصر بيرمش ويطلع 10-12 مليون في اليوم، ده احنا نجيب اللواءات كلهم ونقعدهم ويرمشوا ويبربشوا ويسبلوا، يمكن في الآخر يجيبوا لنا ملايين نحطهم في خزينة الدولة. طبعا مع تداول هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل معها المصريين بآلاف التغريدات الساخرة والغاضبة بسبب هذا الفعل أو بسبب كلام عبد الفتاح السيسي الغير مسؤول. منهم أستاذ حسن نفعة بيقول: هل المطلوب من الشعب المصري أن يصدق كل ما يقال له في الاحتفالات الخاصة بالمشروعات التي يفتتحها رئيس الدولة؟ الواقع أن هذه الاحتفالات تشبه الإعلانات مدفوعة الأجر والتي لا يتحقق المستهلك من مصداقيتها إلا بعد تجربة المنتج بنفسه. بيقول كمان: لن يصدق المواطن ما يقال إلا حين تتحسن أحواله المعيشية. أيضا علاء إبراهيم بيقول: الحرام الكبير بيبلغ عن صحابه، أخوك بياكل صحابه بياكل صحابه، في استحضار لمشهد من فيلم عوكا لمحمد سعد وهو بيقول لها أخوك بياكل صحابه. أما عبد الرحمن السيد بيقول: الجندي بقى بيضيع سنة من عمره والوطن بيديله مرتب 243 جنيه و100 جنيه منحة ومكافأة نهاية خدمة 14 جنيه.
أما إبراهيم سمير بيقول ده كلام حجة عليكم مش ليكم، فين المليارات اللي بتيجي يوميا خصوصا إذا البهوات السادة اللواءات هيبربشوا ويرمشوا بعينيهم كل يوم. أما عين المحراب بيقول السيسي أسخف وأتفه رئيس، يحرج لواء ويسأله عن راتبه وإنه ساكن في منطقة بعيدة وبيخلي ملايين الناس تشوف إحراج هذا اللواء. السيسي بيحب يهين الناس علشان يرضي غروره، لأنه عارف هو إنه دمر اقتصاد مصر وأغلب مشاريعه فاشلة، وضع مصر تحت ديون مرعبة، فيما يبدو إن صاحب هذا التدوين هذه تدوينة ليس مصري وإنما هو لبناني. أما محمد أحمد واللي نشر الفيديو قال مش عيب يا سيادة اللواء تبقى في السن ده وكذاب، إزاي يبقى مرتبك 14200؟ فرد عليه أحد أصدقائه قال له يا جدع ده يقصد جنيه استرليني يا عم، مالك أكيد ما بياخدش 14000 جنيه مصر زينا. فرد محمود قال له قصده ده الأساسي يا باشا، خايف يقول له سيبهم عشان مصر خد 5 ثواني قبل ما يجاب. آخر تدوينة في الموضوع باخدها من حسن جلال واللي بيقول لسيادة اللواء والجنرال والرئيس في ناس بتقبض 14200 جنيه في السنة مش في الشهر، يعني سيادة اللواء محمد عبد الحي بياخد 14200 جنيه في الشهر، في ناس في مصر بتقبض أقل من 14200 جنيه في السنة كلها ومش عارفين يعيشوا. عبد الفتاح السيسي بيغلي عليهم كل يوم الأسعار وبيرفع عليهم الضرائب وبينهبهم في كل حتة.